أصدقائي في حلقة جديدة من برنامجكم وساعدوا أمي. اليوم كما كل مرة جبنا لكم وصفة جديدة وسهلة اللي تقدروا تعاونوا بها الأم تاعكم بمكونات جد بسيطة. حيكون يعاوني بينغو. مرحبا بكم أصدقائي، كما عودناكم راح نكونوا معكم في وصفة سهلة وخفيفة نقدروا نعملوها كامل في الدار. أطفال نفاجئوا بها لي بارون تاعنا الوالدين نفاجئوهم بها. وحتكون تاني معنا ميليسا. مرحبا يا أطفال. الوصفة تاعنا تاع اليوم هي لا مورينغ، وكيما نقولوا لها حنا ثاني الدوابة. شحال نحبها ميليسا، نموت عليها. مالا تاتا سما ما زيدش نشريها من برا، نشريها انا نوليو دائما نخدموها. انا شحال نحب هذاك الساشي هكا يجي غوز ولا جون ونديه معايا يوما نوريكم كيفاش نديروها. المكونات تاعنا هما 100 غرام تاع بياض البيض، 100 غرام تاع سكر اون بودغ ولا سكر غلاس، و 100 غرام تاع سكر عادي ولا سكر كريستاليزي، ومع قرصان ملح. ونستحقوا لي زاغوم كيما تحبوا. حنا اليوم خيرنا ذوق الفراوله وتاع شوينغام. نبداو نحضروا. حبه شوينغام؟ لا لا، قلنا الذوق برك. ايه عن بالي قلتي لي جبت معايا شوينغام. نبداو نحضروا. ايه باش نبداو، شنو هي الحاجه الاولى اللي لازم نديروها؟ الحاجه الاولى هي لازم نطلعوا البلون دوف اون نيج مع قرصان ملح. هكا واش نديروا بلونش نيج؟ لا لا، البيض البيض. ايه قلت لي لا نيج خلط. فوالا، يعني بياض البيض نديروه في، لازم يطلع هاكي. بدا يدخل انتيا ميليسا، هاكي مليحة ميليسا. لا باس، خلطة هدية انتمي. بلا ما ننسوا لازم نحطوا الفرن تاعنا يسخن على درجة حرارة 90 درجة. تقدر تشعله لي 90 درجة؟ نعم. أطفال ماشي انتوما اللي تشعلوا الفرن، وا بابا ولا ماما، واحد كبير. هيا كملي خلصي. حبسي دقيقة. بون، كيما راكو تشوفوا دوكا بياض البيض راهو طلع. نبداو نزيدو سكر كريستاليزي على ثلاثة، على ثلاث مرات، ونخلطو. حركي. خلط بارد. خلط. وانا ما نحركش انا، ما نعاونكمش كامل. مازال مازال. ما عطيني واحدة. هيا بدا. هيا روح. خلطيه مليح. ميليسا ذوقي لا حلو ولا مالح، ذوقي ذوقي. لا راني خايمة. ما راكي فاطرة اليوم، راكي فاطرة، ما تحشميش نورمال، ما تحش. وكان راني فاطرة نقول لك، ماشي عايد لي فطر. تاتا نشعل لك كاسرونة، نشعل. لا لا ما نسقوهاش. اوبس، سيحتي لنا كاع. عطيني شوي. يا درتي السكر هكا، درتي كاع ديري السكر. مالا ميليسا، شوفي يا راكي فاطره يا وغالبك رمضان، وحده من الزود. وغالبك رمضان. عطيني تشوفي ندير شوي، عطيني. اصنعي تاع اكرام مسك. خلطت مليح. شافي شافي كيفاش عمو بينكو يعفي خلط، شوف. دور كامل على. ما تسيحش انت تاني.
ايه نورمال كي نسخو ميليسا نورمال. ايه ميليسا نورمال. هذاك مليح. حبس حبس. فوالا. هكذا. دوكا نزيدو سكر غلاس. لا 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 لا. جيبيني فك جيبي جيبيني فك جيبيني فك. ديرو سكر غلاس نعاودو نزيدو نخلطو. وي. بيان سور لازم حرك بلا قلب صح انا باش ما يطيرش مزيادة دابا تخاتي فكرتني قالت لي بينكو بالك تنسى الطابليه تاعك باش ما توسخش حوايجك وكان نسيتها وكان ما دخلتش معانا ايه وانا قلت لها طاطا قالت لي بلي لو كان ما تجيبش طابليه ما تدخلش معايا قالت لي لازم تدي المئزر الطابليه تاعك وتدي الطوك تاعك باش 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 دير تدخل المطبخ هكا شاطر ما يدخلش شعرك في الماكله وشنو ما يدخلش شعرك في الماكله ايه بيان سور لازم عطيني نحرك انا دوكا شويه اي هاكي روح ميليسا دوكا من جهتك امسحي امسحي لازم دايما نخلو حلاقيه كي نعاونو ماما لازم في المطبخ دايما نخلو المكان والمطبخ خاصه المطبخ نخلوه نقي باش ما تسعفش علينا ماما ماشي ما تسعف علينا حاجه بالعقل ماشي الحاجه بنتيضه هاتني نديهم هادوما خلاص ما نزيدوش نحتاجوهم لا لا ما نزيدوش نحتاجوهم وكي نديرو كولورو عندنا عندنا باش نديرو عاد اسمع معلش هكذا دوكا باش نديرو لا ميرينغ بلي كولور شوفوا مليح كيفاش حنديرو الطريقه دوكا باسكو شوفوا نحكمو كيما نقولو زعما نحيبين نديرو الكوتا شوينغام نحكمو شويه هذيك شنو ملعقه شحال شابه ويلا صح شوفوا كيفاش هكذا ونديرو هكا خط ديرو خط مستقيم ايه من الداخل هاك اكرم تاتا اكرم كيفاش تعلمتي ديري كامل هذه الوصفات و انا ماما علمتني شكون ماما اي نحيوها بالمناسبه خاطر أيوة. لايباك عندها بزاف وصفات تقوم بهم شاطره وانت يا تانيك ميليسا بصح انت انا نعرف طيب خير منك ميليسا شح الشح محش هكا جا كنت شمو في ريحه شوينغام وشنو كنت شمو في ريحه شوينغام وانا مازال ما لحقكمش ريحه انا شاف ريحه دجاج محمر مش او غالبك رمضان نعم نحب شوينغام بصح ودوكا حطوا لا مورينغ تاعنا في لابوشادوي وين حطوها في لابوشادوي نجيبو سمعتي وين حطوها ما انا ما غير ما نعرفش نعاودها المهم في سما قالت لك حطوها ثم حطوها ثم اي سمعت هكا عطيني ارفده لي وانا نحط لهنايا ارفد لي انت هذا هكا جيبو هنايا جيبوا منا جيبوا من ثم عندي فاهميني قلتي ما قلتي الا هنا باش الا هنا قولي لي يا ساري هكا هاك روحي ميليسا شدي معانا واسمها هذيا اسمها لا بوشا واش هي ما تشدهاش انا نشدها اسمها اسمها بنقول هنا كنا حطينا في سنيوة تاعنا بابي كويسون باش ما تلصقش اعطيني ندير وحدها هنا ما تعرفش لا انا عارف لازم انا نوري لك باسكو تجي سيدة هاي كيما كورني لا كريم هاكداك سوا سوا تشبه
وانتوما اللي قلت تقدروا ديروا كيما تحبوا اللي عندكم ديروها هكذا باسكو كاين بليزيغ اغوم كاين بزاف نكهات كل واحد والنكهه اللي يحبها المفضله عنده واللون المفضل ايضا هذه وصفه نقدروا يديروها الاطفال في المنزل سهله ما تاكلش بزاف وقت وايضا مقادير ما فيهاش بزاف مقادير حطوها في الفوق حطوها في الفوق أيوة. صح لازم ديروا ليغو لا لا ما يسحقش ليغو بس حتحل حنحل برك ايوه فوالا دوكا حطوها في الفرن خلوها خمس سوايع في الفرن حتى تطيب لا لا حطوها في الفرن لمده ساعه وما لازمش كامل تحلوا عليها دوكا حنا نخليوها تطيب نروحوا فاصل ونعاودوا نوليو لتحضير مورينغ دوابة يلزمنا بياض بيض 100 غرام سكر 100 غرام سكر ناعم ومنكهات اختيارية رانا ولنا لكم أصدقائي وكما راكم تشوفوا المورينغ تاعنا راهي واجدة زدنا بزاف نكهات وش زدت انت بينغو؟ أنا درت ذوق الفراولة لأني نحب بزاف الفراولة درت ذوق الفراولة وانت يا ميليسا؟ درت ذوق الفراولة وانا زدت لهم تاع الكاسيس وكيما درنا من الاولاني تاع شوينغا شوفوا معايا كيفاش جاب اسمع بينغو انا خلاص نفطر خلاص نص نهار بزاف بزاف عليك ما تفطريش كملي معايا خلي كملي معايا خلاص روحي فطري في داركم ما تفطريش هنا روحي زين دوق ولا هذا دوقي قولي لنا اذا جات بلينا ولا لا تشني فيا نقول لك حاجه ان شاء الله هنولي صغير وركيماتيه هكا نجي نهبلك تك تشوفي يا بينغو حاجات بنينه حاجات بنينه حاجات بنينه كملي لك تشوفي لديتي هماله هيا مالا تبقاو على خير هذه نديها معايا حتى اذن الفطور وما تطيح لك حتى حبه دوك تشوفي باي باي صح فطوركم لكم السبوت تاعنا تاع اليوم وان شاء الله نعاودوا نتلاقاو في عدد جديد ووصفه جديده صح فطوركم على خير طباخ ماهر